ثانيا في حالة اتباع الشركة لنظام المخزون المستمر واستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة اتباع نظام المخزون المستمر فيجب ترتيب عمليات البيع والشراء على حسب تاريخ حدوثها، كما أنه يجب إعداد بطاقة الصنف. كيف يتم إذن حساب تكلفة مخزون آخر المدة وبالتالي تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات في ظل طريقة الوارد أولا صادر أولا، وبافتراض أن الشركة تتبع نظام المخزون المستمر؟ بطاقة الصنف أمامنا هي عبارة عن تاريخ العمليات مرتبة على حسب تاريخ حدوثها، ثم خانة للمشتريات الوارد، ثم خانة للمبيعات الصادر، ثم خانة للرصيد، حيث يتم ترصيد المخازن بعد كل عملية شراء أو بيع. في 10/8 تم شراء 5000 وحدة بتكلفة 5 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 25000 ريال. يصبح الرصيد في المخازن في نفس التاريخ 5000 وحدة ب 5 ريال بإجمالي تكلفة 25000 ريال. في 20/8 تم شراء 3000 وحدة بتكلفة 6 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 18000 ريال. إذن يصبح الرصيد في المخازن بعد هذه العملية عبارة عن 5000 وحدة ب 5 ريال، 3000 وحدة ب 6 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 43000 ريال. في 22/8 تم بيع 4000 وحدة، والسؤال الذي يثار هنا كيف يتم تسعير هذه الكمية المنصرفة من المخازن للبيع في ظل طريقة الوارد أولا صادر أولا، حيث أنه يوجد في المخازن كميتان عبارة عن 5000 وحدة بسعر 5 ريال للوحدة و 3000 وحدة بسعر 6 ريال للوحدة، وحيث أن هذه الكمية المنصرفة من المخازن عبارة عن 4000 وحدة، يتم تسعيرها إذن طبقا لطريقة الوارد أولا صادر أولا بسعر أول كميات ورودا للمخازن، أو بسعر أول كميات تم شراؤها، وحيث أن أول سعر تم شراؤه عبارة عن 5000 وحدة بسعر 5 ريال للوحدة، إذن يتم تسعير المنصرف من المخازن بسعر أول كمية وهو الخمسة ريال للوحدة. إذن تصبح تكلفة الكمية المنصرفة من المخازن عبارة عن 4000 وحدة بسعر 5 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 20000 ريال، ويصبح رصيد المخازن بعد هذه العملية عبارة عن 1000 ريال بسعر 5 ريال للوحدة، 1000 وحدة بسعر 5 ريال للوحدة، و 3000 وحدة بسعر 6 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 23000 ريال. في 25/8 تم شراء 4000 وحدة بسعر 8 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 32000 ريال، وبترصيد المخازن بعد هذه العملية يصبح الرصيد في المخازن على النحو التالي: 1000 وحدة بسعر 5 ريال، 3000 وحدة بسعر 6 ريال، 4000 وحدة بسعر 8 ريال بإجمالي تكلفة 55000 ريال. في 27/8 تم صرف 3000 وحدة من المخازن، ويتم صرفها طبقا لهذه الطريقة على النحو التالي: 1000 وحدة بسعر 5 ريال، و2000 وحدة بسعر 6 ريال بإجمالي تكلفة للوحدات المنصرفة 17000 ريال. وبناء عليه يصبح الرصيد في المخازن في نهاية الشهر، وهو الذي يعبر عن تكلفة مخزون آخر المدة، عبارة عن 1000 وحدة ب 6 ريال للوحدة و 4000 وحدة بسعر 8 بإجمالي تكلفة 38000 ريال، وهي تعبر عن تكلفة مخزون آخر المدة. وبالرجوع إلى عمود الصادر نصل إلى أن تكلفة البضاعة المباعة عبارة عن 7000 وحدة بإجمالي تكلفة 37000 ريال، وبجمع تكلفة بضاعة آخر المدة وقدرها 38000 مع تكلفة البضاعة المباعة وقدرها 37000 نصل إلى أن المجموع 75000 ريال، يعبر عن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع.